وقت الفيديو ده ان شاء الله هدية الالف وربعمائة مشترك، وان شاء الله لو وصلتوني 2000 والله هتلاقوا احسن من كده بكتير، وبالله عليكم الدعم الدعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين طبعا في الانترو هنصمم الصورة اللي احنا شفناها. اتمنى حضرتك تتعبني بلايك واشتراك في القناة وشير للفيديو على قد ما تقدر بالله عليك، لان انا بتعب في الفيديوهات دي جدا جدا والله العظيم بتعب فيها جدا. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. طبعا هنبدأ ببرنامج بيكس ارت، ركز معايا في الشرح وان شاء الله الباسوردات هسيبها لك انا في الفيديو، باسورد الملاحق وباسورد الفلتر. تمام، تابع معايا الفيديو، هسيبك مع المزيكا. الاول كده هتصور صورة سيدي، تمام، بعد كده تدوس على قص عر وبعد كده شخص، تمام. سنس حددها تاني بس عشان دي جت بالغلط هنا، تقلل بقى انت دي عشان ده حجم اللي انت بتقص بيه، تمام. ولو حد مش فاهم الشرحات هيلاقي يعني يخش في القناة هيلاقي طريقة شرح برنامج بيكس ارت ولايت روم، تمام. نعلي بس السنة كده عشان نكبر الصباع ده عشان تكون مظبوطة. تمام، بعد ما اسيبها كل حاجة بروح بقى على الخلفية ان شاء الله اسيبها لك في صندوق الوصف، تمام. دي الخلفية هتكون مع الملاحق، هتضيف اضافة الصورة وتضيف الصورة اللي احنا قصيناها. بعد كده بجيب الكشافات اللي هي من فوق، تمام، بجيب الكشافات واظبطها على المقاس وما تدوسش على علامة الصح غير بعد ما تخلصهم عشان لو في حاجة مهزوزة. بعد كده تدوس على التلات نقط وتدوس تكرار زي ما انت شفتني في الفيديو، تمام، زي ما انت شايفني يعني.
بعد كده هتجيب الكلبش كده وتركبه. باسورد الملاعق هيظهر دلوقتي في الفيديو، تمام؟ خليك مركز. لايك فوقها على الشمال والباسورد 2580. بعد كده بتجيب بقى حجر النار، ده هيكون برضو في الملاحق، تمام؟ ايه هتظبطها بقى على ايدك على حسب وضع ايدك بقى، يعني على حسب وضع ايدك، تمام؟ اللي انت هتلاقيه مناسب المكان فيه، يعني ده على حسب حركة ايدك، تمام؟ انت هتدوس وهتدوس على كوبي سيتنج وتعلم على الاخيرة وتدوس على علامة الصح. بعد كده هتروح هتلزقه في الصورة، هتعمل له بيست هناك، دي الصورة بتستنى يحمل، هتعمل بيست بس. ده شكل الفلتر، وباسورد الفلتر هيبان هنا عندك على الشمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.